بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، أحييكم بهذا اليوم 11 من شهر أكتوبر لعام 2014 ويومنا السبت، ضمن فعاليات هذا المحلي الثالث على أرضية ميدان الشحانية. أتقدم بالتهاني والناموس لأصحاب الأشواط الرئيسية في صباح هذا اليوم، وكان بالشوط الرئيسي راشد بن حمد بن علي البريسي المري، وكانت شرف هي صاحبة الشرف وصاحبة الناموس وصاحبة التتويج، بينما كان الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان مع وزان ويحمل لنا شعار المسند صاحب الإنجازات وشعار ناصر بن عبد الله المسند من يتوج في صباح هذا اليوم. إذن على بركة الله نستعين، وينطلق هذا الشوط الثالث ضمن أشواطنا في الفترة الصباحية الخاصة لسن الإجداع، وناخذ المركز الأول ومقدمة هذا الشوط، وهذا شعار الضبيل سعيد بن جابر بن ستان المري مشاهدين الأعزاء، بينما المركز الثاني شعار صعب المضمرين، هذه سلهودة وصلت على المركز الثاني بشعار السيد محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. وننتقل لنتابع المركز الثالث في هذه اللحظات، واحد الضيوف ايضا القادمين من المملكة العربية السعودية هناك، وارحب بكل القادمين وكل الحاضرين، تحية لهذا الشعار وشعار عبد الله بن حمد بن علي الربيعان اللي وصل على المركز الثالث في هذه اللحظات ويتقدم إلى مركز متقدم. المركز الرابع وصلتنا من حاف شعار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، وننتقل لنأخذ المركز الخامس، وهذه حدث وصلتنا بشعار السيد مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي في المركز الخامس. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، هذه النتيجة للخمسة مراكز، وأعود بكم إلى مقدمة الشوط، ومن حاف على المركز الأول، من حاف بشعار السيد عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري في مقدمة هذا الشوط في ثالث أشواط الفترة الصباحية، في ثالث أشواط الإجداع. الخمسة كيلومترات يا جماهير الأصالة، يا عشاق الرياضة. المركز الثاني وصلتنا أوامر، اللي انتقلت أوامر، وهذه صاحبة الإنجازات وشعار سيد عبد الله بن حمد بن علي الربيعان اللي وصل على المركز الثالث من ميدان القصيم، جاء للمشاركة، فأهلا به وأهلا بكل الضيوف. المركز الثاني وصلتنا حدث، وأرحب بشعار حدث، شعار الإنجازات، شعار أهالي الغربية، شعار مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي. وفي المركز الرابع وصلتنا جبارة، واصلة على المركز الرابع، أو في المركز الرابع أيضا جبارة، وشعار سيد عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، وبرفقتها وبجانبها أوامر، تعود الملكية لعبد الله بن حمد بن علي الربيعان اللي وصلت على المركز الرابع، وفي المركز الثالث انتقلت، بينما المركز الخامس وصلت نظبي سعيد بن جابر بن سعيد بن ستار اللي وصل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة يا مشاهدين الأعزاء، في أرضية ميدان التحدي، في أرضية ميدان النزاع، في أرضية ميدان الصراع، وذهب المنصوري مع الثنتين إلى الغربية هناك بدولة الإمارات، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإذا فاز سوف يهدي الفوز والناموس إلى أهالي الغربية، وأهالي الغربية لهم ظهور ووجود دائما، وهذا شعار الإعصار الغربي. وانتقلت بدورها جبارة، جبارة وبمنافسة كبيرة مع منحاف في مقدمة هذا الشوط مع المنعطف الأخير. والكيل وين يا جماهير الأصالة؟ الكيل وين يا أهل الإجداع؟
الكيلوين يلي يبغون الناموس في صباح هذا اليوم، في ناموس كبير، في ناموس كبير على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. المركز الثاني اللي بتلاحقها واللي تنطلق على المركز الثاني، هذه حدث على أرضية الحدث، هذه حدث على أرضية المحفل، على أرضية المحفل الكبير ميدان الشحانية، هو من يضم هذه النخبة. المركز الثاني حدث مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي، وفي المركز الثالث تدخلت الشعارات، تدخلت الأسماء، تدخلت الأسماء الكبيرة، وهذه اللي وصلت مجنة لشافي بن محمد بن شافي الآل شافي، وصلت على المركز الثالث أيضا خطيرة. وديروا بالكم المركز الرابع أوامر اللي لم تصدر عليها الأوامر من مالكها ومضمرها عبد الله بن حمد بن علي الربعان اللي وصل على المركز الرابع، ولكن تغيرت الأمور، تغيرت الأمور، وهذه صوغة طالب بن فرج بن هادي بن هليل، وهذه تم لراشد بن حمد بن هديبان المري على المركز الرابع. الله محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي صاحب المضمرين، هالي دبي قادمين، وايضا مبارك بن محمد بن زايد الخيارين الشعار العنابي الكبير يقدمهم صيحه، او الخواره اللي وصلت في المركز الرابع. وديروا بالكم من الخواره، اعود الى مقدمه الشوط والى المنصوري وهو ينطلق على ارضيه الميدان. الكيلو متر الاخير يا جماهيرنا الاعزاء، الكيلو متر الاخير ورقص الثنتين، رقص الثنتين اللي ينطلقن، اللي ينطلقن، يسيطرن على الموقف، يسيطرن على الموقف من حاف من حاف من حاف من حاف. وحدث حدث حدث على مقدمة الشوط على أرضية الميدان، تنضم إليه المزنة، وهنا أيضا تم، وهنا أيضا الخوارة، وهنا أيضا من قمرة مع مصيحة قاد مع المركز الخامس أيضا. ديروا بالكم، ديروا بالكم من مصيحة اللي وصلت المركز الرابع، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط وإلى شعار المنصوري، شعار المنصوري مع الثنتين اللي بدون أي تعليمات، اللي دفعهن تلقائي، دفعهن تلقائي ورقصهن تلقائي وعرضهن جميل على أرضية ميدان التحدي. الثنتين، الله الله، عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري في صباح هذا اليوم، بنقولكم من هذه اللحظات، من هذه اللحظات الفوز إلى الغربية. مصيحة مصيحة مصيحة، صيحات المحبين لأهل الشحانية، صالح بن حمد بن قمر المري، الله السندباد القطري، ولكن إلى الغربية. سلام يا الغربية سلام، سلام يا الغربية سلام. عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، وهذه وهذه من حاف، هذه من حاف، وصلت إلى خط النهاية، وخط النهاية مرح مرحبا بهذا الشعار الكبير العملاق، صباحك فل يا المنصوري. إلى الغربية هناك الناموس يطير من هنا. المركز الثاني وصلتنا جبار لي عبد الله بن محمد، أو حدث لي مبارك بن أحمد بن شملان الفلاحي. المركز الثالث مصيح لصالح بن قمر المري. المركز الرابع مزن لشافي بن محمد بن شافي بن سالم آل شافي. المركز الخامس تم لراشد بن حمد بن هديبان المري. تهانينا والناموس. إذا ناخذ التوقيت الزمني لحظة الوصول ولحظة وصولي من حاف، 7:51، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الثاني اللي وصلت حدث لي أحمد أو مبارك بن محمد بن شملان الفلاحي، 7:52، 19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث مصيحة لصالح بن حمد بن قمر المري، توقيتها الزمني 7:52، 88 جزء من الثانية.